أخيرا الحكم في قضية كريم الهواري أو حادث الشيخ زايد اللي هو كريم الهواري اللي دهس فيه 4 طلاب بالشيخ زايد، وكان أهالي الضحايا بيقولوا إن هم مش هيتنازلوا عن القضية، ولكن بعد كده اتنازلوا عن حقهم وبولوا أخدوا دية. فالنهاردة نشوف اتحكم إيه في قضية كريم الهواري. تعالوا معانا نشوف الخبر. عاقبت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت كريم الهواري المتهم بدهس 4 طلاب في حادث تصادم الشيخ زايد وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها وتجاوز السرعات المقررة بالسجن المشدد 3 سنين. وشهدت الجلسة الماضية تنازل أسر الضحايا الأربعة عن اتهام الهواري بالقتل الخطأ لأبنائهم، وقدموا تصالح مع المتهم أمام هيئة المحكمة. وأحالت النيابة العامة المتهم كريم الهواري محبوس لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت 4 منهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة دون مراعاة المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلا عن اتهامه بجنح أخرى. وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل التهم قبل المتهم من شهادة 6 شهود منهم 2 شافوا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلات آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة اللي تلقى الإخطار بالحادث وراح هناك وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله والطبيبة الشرعية لفحص العينة المأخوذة من المتهم، فضلا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة لسجلت الحادث كله، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من كريم الهواري على الكوكايين والكحول الإيثيلي.